سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي نعمة دائمة يا رب. ربي يدومها عليا وعليكم بحوله تعالى. اليوم البنات جبت لكم زوج خلطات إفريقية بامتياز زيادة الأماكن الأنثوية، تزيد في الوزن وتعطيك فورمة رائعة بدون ترهلات وبدون كرش، وإن شاء الله تعجبكم. أنا جبت الخلطة من مصدر موثوق ومن عقر الدار، يعني من مصدر إفريقي يديروها للعرائس وللنساء ويلتزموا بها، يعني ما يستغنوش عليها، وتعطي نتيجة رائعة في خضم شهر واحد بدون فواتح الشهية. برك الوحدة تلتزم بالخطوات والنظام الغذائي الصحيح باش تعطيك نتيجة مبهرة بعد شهر تماما، أو وتردوا علي إن شاء الله وتفرحوني في التعليقات، وأنا سعيدة جدا بتعليقاتكم الإيجابية. والله غير نفرح من تعلق لي وحدة ما نعرفهاش وتقول لي لقيت نتيجة مبهرة بعد ما درت الخلطة تاعك، وتدعي لي دعيات رائعة جدا تفرحني وتبث الفرحة في قلبي. مرحبا بالجميع وأهلا وسهلا بكم في القناة، وإن شاء الله نحط لكم فيديوهات مضمونة وعن تجربة ومتأكدة منها مليون في الألف، تعطيكم نتيجة بدون استعمال المواد الكيميائية. والله العظيم طبقوها وما تندموش عليها، بحول الله تعالى تعطيكم نتيجة اللي بغيتوا عليها. البنات الإفريقيات يديروا لبناتهم هذه الخلطات، وخاصة البنت تكون مقبلة على الزواج، فينقصوا يعني يديروها لها شهر تنقص من الحركة الكثيرة، يعتمدوا فيها على حليب كامل الدسم أو أنواع من الياورت يعني الملينات باش ما ينصابوش بالتخمة والنفخة. ونعرف باللي علة السمنة هي الكرش كي تكون منفوخة بزاف، فيديروا هذه الخلطات الطبيعية وتعطيهم فورمة رائعة مطراسية بدون كرش وجسم أنثوي. والمكونات اللي يديروها أيضا تزيد التسمين الموضعي، يعني تزيد في الأماكن الأنثوية للبنت. وكاين البنات يعني تلقايها ضعيفة، هي كاين عندها المقومات، مين دير تطبق هذا النظام الغذائي تزيد في الوزن وتولي الفورمة تاعها شابة، فقط الصبر. يعني أنا دايما نقول لكم الصبر، وعارف كيفاش تطبقي هذا الرجيم باش ما تعطيكش نتيجة عكسية فقط لا غير. أتمنى البنات تطبقوا هذه الخلطات ببساطة وبدون تعقيد، والمكونات يعني متواجدة الحمد لله في الشمال والجنوب. كاين بزاف البنات يحطوا لي في التعليقات ويطلبوا المنتوجات الصحراوية، ونعرف باللي المنتوجات الصحراوية موجودة فقط في الصحراء، يديروها بزاف النساء باش يزيدوا في الوزن. والبعد الله يحسن العوان، يعني 1200 كيلومتر إلى 1600 كيلومتر راميش حاجة سهلة. نعطيكم اليوم الخلطات اللي تواتي الجميع، يعني تقدر الوحدة في الشمال ديرها وفي الجنوب ديرها وتعطيك نتيجة رائعة. وانا جبت لكم هذه الخلطات والله من مصدر موثوق ومن عقر دار إفريقية، يديروا هذه الخلطات لبناتهم باش يزيدوا لهم في الوزن وتعطيهم الفورمة اللي تبغوا عليها كامل البنات، يعني جسم دبدوب بدون ترهلات وبدون كرش وبدون خطوط بيضاء. نتمنى البنات طبقوا معايا هذه الخطوات، وان شاء الله ان شاء الله تفرحكم بالنتيجة وتدعوا لي في التعليقات، هذا ما نطلب. نحتاجوا البنات غرفية من الحمص المحمر المطحون، وغرفية من الشوفان المحمر المطحون، يعني تحكموا كميات متساوية، بغيتوا كمية كبيرة بغيتوا كميات صغيرة، وكل مرة تعودوها. ومدام المنتجات يعني تقليها تكون طايبة، يعني تقليها وتحمريها وتطحنيها، فما تخافيش يعني ما تخسر لكش ولا تتعفن بما أنها يعني ناضجة وطايبة. فندير الكميات متساوية ونديرهم في علبة، يعني نخلطهم مع بعض باش من بعد كي نجي نستهلك الوصفة ما تجينيش كثرة الأواني، فقط هذاك العلبة نجبدها وندير الخلطة نتاعي. نحكم البنات حليب كامل الدسم، يعني الخلطة الأولى عبارة عن حليب كامل الدسم والعسل حر، واللي ما عندهاش العسل دير السكر عادي أو السكر البني، فقط نبغوا الخلطة الصحية باش تعطينا نتيجة رائعة. إذا نحكموا الحليب كامل الدسم، نسخنه جيدا، نديره في كأس تقريبا ملعقة طعام من خليط الشوفان المحمر المطحون والحمص المحمر المطحون، ونخلط جيدا ونعسل بالعسل الحر.
نستهلكوا هذه الخلطة البنات من بعد كل وجبة. يعني الصباح خاصك تعتمدي على فطور سلطاني، يعني ديري فطور، ديري حسوة أو الحسا، ديري حبة بيض مغلية وكاس حليب كامل الدسم ساخن، تتقهوي عادي. من بعد ساعة ونصف أختي تشربي هذاك الحليب اللي فيه الخلطة تاع الحمص والشوفان المحمر المطحون وتعسليها بالعسل الحر. تستعملي هذه الخلطة البنات 3 مرات في اليوم بعد كل وجبة طعام. وأما الخلطة الثانية البنات فهي رائعة، تزيد في الوزن وتسمن الأماكن الأنثوية بدون بطن بدون كرش. هي عبارة عن الياورت السائل، ديري فيه نصف بنانة في الميكسر وتضيفي ملعقة من خليط الحمص والشوفان وتعسلي بالعسل الحر وتعطيها طحنة هيلة، يعني يكون الخليط خاثر يعني كي شغل كريم ديسير. ديري فيه غرفية وتستهلكيه من بعد كل وجبة. البنات أنا ننصح الأخوات اللي يبغوا يزيدوا في الوزن تلتزم بنظام غذائي، يعني تكتسب جسم امرأة دبدوبة جميلة بدون بطن بدون ترهلات وتشققات. خاصك تعتمدي على خطوات اللي هي تاكلي المعجنات لكن قبل مش في العشاء، يعني ديريهم في الفطور بطريقة صحية، يعني تاكليهم في الغداء تتحركي، أما في العشاء فنحبذ أن الأخت تتعشى بكري وتدير هذا الخليط نتاع الياورت والبنان والحمص المقلي المطحون والشوفان في آخر الليل، يعني من بعد ما تتعشى بساعتين تاكل هذاك الخليط وتاخذ قسط من النوم. يعني خاص هذه الشروط الأخت ترقد مليح تخطيها من السهر فتاخذ هذه النتيجة المبهرة. يعني كي اللي تبغي الاختصار فهي خليط رائع جدا يعطيك في خضم الشهر نتيجة مفرحة وجسم أنثوي صارخ، يعني زيد في الأماكن الأنثوية. نعرف الحمص عنده وحد النتيجة على المرأة، يزيد في الهرمونات الأنثوية بطريقة رائعة جدا. نتمنى هذو زوج خلطات البنات يعاونوكم، يعني بخلطات بسيطة كاينة في الأسواق ما تخافيش منها، ماهيش معقدة، على عينك تخدميها في بيتك بطريقة صحية خير من اللي تشري الخلطات من برا ما تعرفيش واش كاين فيها من مكونات لربما تكون مسرطنة، مكونات كيميائية تضر الصحة نتاعك. هذه صحية رائعة تستعملها الأخت فترة النفاس ما بعد النفاس، يعني في فترة اللي تكون باغية تزيد الوزن، فقط الراحة ثم الراحة، وتستهلكهم ما بعد الوجبات الغذائية. ننصح الأخوات اللي يأكلوا المعجنات يبعدوا على الخبز، يعني كي تأكلي أرز أو سباغيتي أو مكرون أو أي نوع من المعجنات خاصك تأكليها بدون خبز، يعني باش ما تضاعفيش تعقدي الوصفة تاعك وتسبب لك البطن. ايضا البنات الجلوس دائما خاص الاخت تيفيتي هذاك الجلوس الطويل على الكرسي او على الفوتوي، هو سبب وعلة المرأة في الفورمة نتاعها، نصيحة لوجه تعالى. يعني الاخت دائما تكون يعني تطرح في فراشها او تميل على الكنبة، يعني هذه من بين الاخطاء اللي يديروها النساء في الشمال وخاصة الاخوات اللي يقعدوا في المكتب 12 ساعة او اكثر. يعني شوفوها حتى في الرجال هذو اللي يخدموا بزاف الطريق تلقاي كرشه كبيرة وجسمه يعني ضايع من كثرة الجلوس. فالإنسان يدير خطوات يعني بسيطة تقدر تكسبك وزن جميل. يعني البنت كي تدير هذه الخلطات تنام كثيرا، يعني تتكي ما تجلس جلوس يعني عمودي فقط أو على الكرسي. الجلوس على الكرسي الوقت طويل مع الوقت يضيع الفورمة تاع البنت من الخلف، فننصحها تدير هذه الخلطات ودير الماس يعني المساج أو زيت المساج اللي درتولكم في الفيديوهات اللي فاتت، وإن شاء الله يعطيكم نتيجة رائعة. الفيديو القادم لبنات غادي ندير لكم زيت الكثيرة أو كريمة الكثيرة للتسمين الموضعي، غادي تساعد بزاف البنات اللي يبغوا يكبروا أي منطقة في جسمهم أو في الوجه، وإن شاء الله بطريقة صحيحة رائعة جدا وبسيطة بدون تعقيدات تقدري تخدميها في البيت وتديريها بطريقة خطوات تبعيهم معايا إن شاء الله وتعطيك نتيجة من أروع ما يكون. أما اليوم فجبت لكم هذه الخلطات من عقر دار الإفريقيات
يديروها لبناتهم وياكلوها هما ايضا، وتعطيهم ذاك الجسم الممتلئ الجميل بدون انتفاخات، فقط الالتزام بالخطوات الصحيحه باش تكتسبي وزن صحي وجميل دون كرش ودون خطوط. وان شاء الله فيديوهات قادمه لبنات غادي ندير لكم الزيوت وخلطات طبيعيه رائعه جدا مجربتها أنا في بيتي، وتعطي نتائج ولا أروع. الجسم جميل وأنثوي وصافي وناعم، خاصة رانا في الشتاء والبشرة تكون يعني مهلوكة من الجو والطقس. وإن شاء الله تعجبكم بحوله تعالى، وإن شاء الله اللي يعجبها شيء تفرحني بليجام وتدخل تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يصلها كامل جديدي وفيديوهاتي. وإن شاء الله نكون تحت تصرفكم في التعليقات، وأي شيء تطلبوه مني أنا تحت على عيني وراسي كما يقولوا. وإن شاء الله تعجبكم الخلطات البسيطة بدون تعقيدات، تعطيكم النتائج اللي بغيتوا عليها. فقط تنويه، الأخوات الحوامل اللي يدخلوا عندي في القناة ويطلبوا خلطات تسمين، أنا أقول لك يا أختي اللي فيك مكفيك، يعني أنت أصلا النفخة والحمل والهرمونات مخربطة وجسم مسمر وجسم يعني مليء بالكلف، فالصبري أختي حتى تولدي وتستراحي. إذا كنتي من الأمهات المرضعات وأنا ننصحك بالرضاعة الطبيعية، ديري هذه الخلطات البسيطة تزيد لك في الوزن وتعطيك صفاء للجسم. أما إذا كنتي من غير مرضعات فطبقي الخلطات وعينك مغمضين. أتمنى البنات تعجبكم هذا الفيديو ونال رضاكم وعجبكم، طبقوه طبيعي ما يضركمش، ما في حتى شيء كيميائي يسبب لكم مضاعفات، يعني الكامل النساء على حد سواء. خلطات بسيطة لكن مفعولها قنبلة. نقول لكم أخواتي إلى اللقاء، ومرحبا وسهلا بكم في قناة أم أسيل الصغيرة المتواضعة، وتحت أمركم في كل وقت. إلى اللقاء، فيديو قادم بحوله تعالى، مع السلامة.